اخي الكريم ما نقدرش نستغناو على المكيف مهما كان الصيف. انا نشفى في باب الله يرحمه ملي يدخل الصيف هو داير الكليما نين يدخل للخريف ما يقدرش يستغنى عليه. عليه الاولاد الصغار الناس الكبار المسنين المرضى عندهم الضغط عندهم ضغط الدم عندهم السكري عندهم ما يقدرش يستغناو عليه. فهمني وين نقدر نستغنى على الكليماتيزيون سي فايسيل باغ اكزومبل انا كي نجي حنرقد لا كليماتيزور لا فونتيلاتور نحكم قرعه كلاصون نديرها في كاش قمه الشريك ولا نحطها فوق راسي ابخي دومان نلقاها مازالت كلاص ولبس بها وراني سون كليماتيزور ماشي لازم يكون لا كليماتيزور ديجا لا كليماتيزور يجيب المرض والفرفعه اكثر سما راني لاباس سلكها قرعه كلاصون يلا. والله اخي انا صراحه انا كليماتيزور نقدر نعيش بلا به احسن من كون هو هذه هي تاعي طريقه يعني بالنسبه لي انا كل انسان والطبيعه تاعو كل انسان واش يحب. مستحيل سورتو في الصيف هذا كما على الاحتباس الحراري وشونجمون دو كليما هذا امبوسيبل تستغنى عليها كما ما يقولوا بلو طار ثاني كل صيف راح يكون هكا سخانه توجور تكون زايده ماش كاينش حنقدروا نستغناو عليها. كاين دوكا انا نستعملو في زوج كيما في شومبرا ماشي اللي يريحو بزاف نريحو كامل في الصالون دونك توجور في الصالون شاعل ليل ونهار. اخو ما تقدرش تعيش بلا لاكليم بيسكو سخانة من الاخر يعني. بالوقت الحالي دوكا مع لي كليماتيزيون راهم يعني بارتو نخدمو بهم في الطونوبيل في الخدمة حتى في الدار جوبونس با. اول حاجة انسان كي يدخل يحوس لا بريمير دي شوز هي الكليماتيزيون. مالغري كو كليماتيزور انا جوبونس بلي الانسان لازم ما يكثرش منه لانه حاجه كي تكثر منها سيرتو البروده تاعو ماهيش حاجه ناتورال الور تقدر بزاف واحد كي يكون يدوش ويروح ديريكتومون كليماتيزور ولا عرقان هذاك لو شو هذاك والفروا هذاك يدير ديفوا يمرضك الور الانسان اذا كانت شويه كاينه شويه بروده ولا يبروفي يقدر يستغنى على الكليماتيزور مي كيما السخانه ليميديتي اللي رانا فيها في لا بيريود هذا الصيف هذا جا سخون كليماتيزور سي لازم ما نقدروش نستغناو عليه. ما شكيتش كاين بديل. علاه؟ لان المروحيه هذيك والاخر على بالك تطلق شويه البروده ومن بعد ترجع سخانه ما ظنيش كاين بديل. كاين عباد يستغناو عليها نورمال انا عندي خالي في السخانه هذه تغطى بكوفيرتان نورمال كل واحد دابور تولي ليك يا اخو هاد الحاجه من الاخر كل واحد واش يحمل انا واحد من الناس ما نحمل السخانه يا اخو انا في الشتا نشعل كليماتيزر نو جامي سيت اني اللي حنا شينا لا كليم في الدار الوغ امبوسيبل نستغناو عليها سينو حنايا في الصيف هذايا جو لا بلاج بيان سور نروحو تاني كالات ديال لا كليم باش نروحو جو بديل ندخلو لي فاست فود لي صالون دو تي بليزيوغ شوز جوغ ندخل الحوانت اللي فيهم لا كليم باش باسكو السخانة هادي بزاف ضرت كاين بزاف ضرت بزاف عباد سينو سي زعما بو لا كليم بور لو مومون كيما راهي دوكا ما نقدرو نستغناو عليه بصح كاين عفسه كي تكون سخانه الميديتي ما تقدرش لا غير كليماتيزور المره الاخر حطيته في الساز كانت ما في شي لي 36 ما قدرش ما بيامنت ليه. شوف حاش كليماتيزور لازم كليماتيزور دوكا باسكو سخانة بزاف سخانة. حنا في الدار انا عندنا دو كليماتيزور في النيفو وين ساكنين دو كليماتيزور واحد في الشومبرا واحد في الصالون اي توسا هادي. البديل تاع الكليماتيزور انا جوبونس بلي دوكا مع السخانة كيما يقولوا الكليما اللي رانا فيها مع الغمة هادي ومع السخانة هادي ما كانش بديل على الكليماتيزور مي كان زعما نقولوا الصيف اللي فات توسا ما كانش كاين سخانه كيما هذه تاع هذا العام. هذا العام كليماتيزور سي انديسبونسابل ما تقدرش تستغنى عليه مي الاعوام اللي فاتوا نورمال انا واحد كي نشوف بلي كان شويه بروده انا نقدر نستغنى عليه عادي لانه ما نحملوش بزاف سينو الا كان مومونتانيومون نطفيه نستعمل في عضو دوش بون دو لو دو فريش هذاك تجوز الوقت الهواء ناتورال المروحه مروحه سبا الكتريكا هذيك كانت بيريوديكمون استغنيت عليها نوكي بوفونتاي نقدر نستغنى عن الكليماتيزور كاين كلش كاين واسمها فونتيلاتور تقدر ديرها بلاص كليماتيزور كليماتيزور ماشي شرط تستعمله زعما تحب تريح بلاصه تستعملها بارده تاع
تريح تروح للجامع، تريح في المسجد، تريح تحت في كليماتيزر. من داك تريح في كليماتيزر في المسجد، بصح في الدار ما نستعملوش كاع كليماتيزر، خاطش كليماتيزر قد ما يستعملوه ياكل تريسيتي، ياكل تريسيتي بزاف، ماشي مليح. كليماتيزر ديجا واحد اللي انا عندي الكواط، اسمع مليح، انا عندي الكواط واش يدير لي كليماتيزر، دي فوا تكبرني الحساسيه منه، على هذيك ما نستغنى على الكليماتيزر، ما نقدرش نستغنى عليها. البديل لازم يكون كليما، في السخانه هذه لازم بزاف، تلقى تروح للدار تلقى حاجه بارده تطرح فيها، ومنتو مع السخانه هذه رانا بزاف كارثه. والله اخي انا صراحه انا كليماتيزور نقدر نعيش بلا به احسن من يكون هو. واش حد دير لازم جيل تاع دوك هذا فراشي لازم يرقد عليه، كون ما كانش هو كيفاش يدير؟ بون لا كليماتيزاسيون دوكا راهي حاجه انديسبونسابل، الانسان ما يقدرش يستغنى عليها، ودوك البديل كيما نقولوا لي زيسباس فير، ندو الدراري للغابات، ندوهم للجنان كيما حنا نقولوا، دوك البحور ولات حاجه يعني ماشي كيما كانت اليبوك، تروح للبحر تقعد عليه، دوك الغاشي الفوضى. انا جو بريفيري لا فوغي ولا لي زيسباس فير. عندي ان كليماتيزور وشنو كارثه، ما يحبش نهار وليل نهار وليل، ودوك لي فاكتور ربي معانا، دوك نستناو لي فاكتور.